امان يا ربي امان يا ربي. ايش هاليوم؟ سريا، ايش هالحركات اللي عملتيها مع هذا اللي اسمه عكاش؟ انا حركات؟ اسمعي يا سريا، انت بنت الباشا وراح تضلي بنتي ايش ما صار، وعكاش عدو الباشا، فهمتي؟ عكاش كان لطيف ولولاي كان صار في مشكله، بدل ما تتشكروني مو هيك؟ نتشكرك طبعا يا خالتي، احمدوا الله. الحمد لله رب العالمين. تعي يا دادا تعي. ممكن حدا يقول لي شو عم يصير؟ امان يا ربي امان. ماتت؟ مسكينة ماتت، حسرة عليك. كانت كل يوم تقول لي يا حجي إذا مت قبل ما يرجع نديم أماني، تقول له أمك بتوصيك تتجوز وتبلي هالبيت ولاد، وقتها روحها بالسما رح تشوفك وتباركك. مسكينة ماتت لحالها، ما حدا دري فيها إلا بعد مدة. استفقدوها أولاد الحلال، دخلوا لقوها. رحمة الله عليك يا ابني. وإمتى؟ أنا لما جيت عالضياع صلي خبر، بس ما حبيت أقول لك. طيب حياتك خي نديم، طيب حياتك. بقية حياتك. كنت أكرهه يا أمي، ظلمني كثير. خلص يا بنتي خلص، عيشي أنت. كنت أخاف منه، كنت أكرهه. بس يا بنتي بس، ما بيجوز على الميت إلا الرحمة. وهلق ما دام رجعتي لبيتك وأهلك انسي الماضي. نديم جايب معه واحدة أرمنية ومتجوزة؟ هيك الظاهر. مسكينة يا بنتي، الله يصبرك. وعرفت؟ عرفت. باتوا الليلة هون يا قط، وبكره الصبح بتتيسروا. معلش يا عكاش، كمان نحن اشتقنا لأهلنا. ايه، وهي طمنا عليكم وصارت الضيعة كلها تحت أمرك يا عكاش. الله يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك يا رب. يلا يا شباب، الكل على الخيل، الكل على الخيل. كان لازم تقتلوا الباشا، ما كان حدا قال لك شيء. ما شفت شلون الناس كلهم كانوا عم يستنوك تقتله؟ سيدي الباشا بيموت لحاله، ما شفته شلون صار؟ على كل حال أنا بعرف ليش ما قتل. ملك هوين يا قط. سلامي. الله يسلمك. الله معكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا رب.
حلب. بعدين دكاني اترك سوريا خانوم بعد ما هزمنا الباشا. حسبت يا خيو اللي ايش تنصحني؟ خيو انا بنصحك تشتري قطعة ارض وتعمر عليها بيت وتشتغل في الزراعة وتصير فلاح محترم. اشتري قطعة ارض واصير فلاح محترم؟ ومنين المصرات يا نديم؟ منين؟ ايه ايش هاد؟ خيو هدول ذهبات من ايام الشتا. ايام الشتا؟ ايه. وانا كل زعمي انه وزعنا الذهب كله؟ ايش انت ما بيطلع لك حصه؟ مسك خيو. ممنونك يا نديم، ممنونك يا خيو. شفت على هالحص؟ قتلنا عباس قام طلع متجوز حميده. بس بيني وبينك حميده ما زعلت على جوزها كثير، باين عليها ما كانت تحبه. ايه علي الحلال انه زعلت عليك لما شافتك مع مريم اكثر ما تزعل على جوزها. وانا كمان زعلان عليها. يا خيو انا لازم ادبر لي قرني انام فيها لبين ما الاقي بيت. ايش هالحكي؟ خيو اقعد هلا بنلاقي لك قرني، قرني كويسه تنام وترتاح فيها. لا لا خيو ما بدي اتقل عليكم. سلامي. حكي بزعل منك؟ ايش هالحكي خيو؟ انت صاحب البيت، الصدر لك والعتب لنا. ممنونك يا ديم، ممنونك. يا حجي كل الناس رجعوا الا ابني عبد الرحيم. صرت احس بغيابه اكثر من الاول. رحمه الله عليه. لك الله يصبرك يا أبو رحيم. ليش أنا أحسن منك؟ الباشا أخذ بنتي غصب عني وعطاها لعباس وهلق رجعت لي. عكاش ما معه حق، كان لازم ياخذ بيتارنا كلياتنا. لا لا يا أبو عبدو، عكاش عمل منيح، نحن أحسن من سبعي باشا. السلام عليكم يا شباب. جاني عبد الرحيم في المنام، قرب علي وحط ايده على راسي وقال لي ديري بالك على عادل. فقت مرعوبة، هي أول مرة بيجيني في المنام. ضليت عم ببكي للصبح يا خالي. الله يصبرك يا فهيمة. مو مشاني، مشان ابنه اللي راح يربى يتيم. الله يجازي اللي كان السبب. ربي ابنك يا فهيمة وديري بالك على عمك وحماتك. محتارة إيش أساوي يا خالي أمون، محتارة. فتحي قلبك يا بنتي. عم بحس حالي وحدانية ومخنوقة يا خالي. كان عبد الرحيم ملي علي الدنيا وهلق راح. حسينا بغيابه أكثر لما رجع رفيقه نديم وهو ما رجع. استعيني بالله يا فهيمة. لا إله إلا الله. يا جماعة المشكلة مو بإسماعيل باشا، بعدين إسماعيل باشا هلا ما عاد يستجري يعذب الخلق ولا يشغل هالفلاحين صخرة، خلص العسملي راح لبلاده. إيه وابني عبد الرحيم راح. وكل الله يا أبو رحيم، وكل الله. أنت بتعرف معزة عبد الرحيم على قلبي، ربينا سوا، وهلا اعتبرني عبد الرحيم ورجعت لك. ريحة عبد الرحيم لساتها حلقانة فيك يا ابني يا ندي. ايه يا ابني يا نديم، احكي لنا ايش قصة الأرمنية؟ بنت حلال يا حجي، بنت حلال. العسكر العصملي مدري فين كانوا اخدينا، ولما لقيناها انا وعكاش كانت هربانة منهم. مسكينة لو تشوفوا حالتها، كانت متوحشة، وهلق هي مرتي على سنة الله ورسوله. عملت منيح يا ابني، الك الثواب. يا ابو رحيم، يا ابو رحيم الحق يا ابو رحيم. ايش في يا سعدون؟ اجى شعبان اخو كنتك فهيمه. شعبان؟ وايش جابه هلا؟ جاي يرجع اخته لبيت اهله. عكاش انا برجع بعد شوي، رايي اوقف معه. يرون دي مرو. الله يعينهم ويساعدهم. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه يا ابو حلال، ايش مفكر تعمل بعد ما خلصت الحرب؟
والله يا حجي عجبتني العيشة في الضيعة. رجع على حلب ما في. بعدين اتصلتوا أهلي. أهلين وسهلين فيك. والله أنت أخونا. أنت بتشرفنا يا عكاش. تسلم تسلم. شلون بدك تعيش؟ صحيح شلون بدك تعيش يا عكاش؟ جتماعتي. والله يا حجي معي كم ليرة ذهب. أبى أفكر أشتري لي شقفة أرض أبني فيها أوضتين وأزرعها. عين العقل. كتير كويس. ما في أحسن من الزراعة. الأرض حرز يا أبو حلال. صدقتوا يا جماعة. ولقيت الأرض؟ لا والله يا حجي لسه ما دورت. طلبك عندي يا ابني. عظيم يا حجي. فين صايرة هالأرض وش قد مساحتها؟ بالكم ليرة اللي معك راح أعمل لك أرض ما في أحسن منها وبيت كمان. كويس. إيش بدي أحسن من هيك؟ مين صاحبها حجي؟ أنت إيش بدك؟ أصحاب أيام الحرب طفشوا من الضيعة ووكلوني أبيعها. الوكيل فوزي أفندي حكى معي عدة مرات مشان يشتريها لإسماعيل باشا لأنه حيطت عينه عليها، بس أنا ما رضيت أبيعها لأنه الباشا هو السبب بتطفيش أصحابه. فإذا موافق حتى نتوكل على الله. موافق حجي موافق؟ ها؟ وهي الليرات اللي معي يا حجي. ما بيصير هيك يا ابني يا عكاش. لازم بالاول تشوف الارض وتعاينها، ما في حدا بيشتري سمك بالمي. مثل ما بتريد حجي. ليش تقعد هون في بيت حماه؟ يعني اهلها ما بحسنوا يطلعوا عليها؟ لا يا خيو يا شعبان، مين قال هالكلام هذا؟ انتو خير وبركه، بس انا وخالتك ام رحيم تعودنا عليها وبالنا غيرها وفهيمه مثل بنتنا. وعز يا ابو رحيم، بس البنت لازم ترجع لبيت اهلها بعد ما ترملت. خي شعبان بريدك في كلمه. عن اذنك ابو رحيم. تفضلوا. من ايش خايف؟ ماني خايف يا نديم، بس الاصول اصول، البنت لازم ترجع لبيت اهلها بعد ما ترملت. ضعيفه عند الختيار والختياره، هن بيحبوها وهي بتحبه. امها لسه عايشه، لازم ترجع لعند امها. لو ما كان عبد الرحيم عطاك عمره كانت تضل في بيت جوزها. ما بقدر يا نديم ما بقدر، بدي اياها في ضيعتنا. خيو شعبان انت في براسك موال، غني وقل لي بايش عم تفكر. اقول الحق. قول عم بسمعك. تعال. بدي اتجوزها. بدك تجوزها؟ حقي ولا لا؟ حقك. يلا يا فهيمة. أبوس إيدك يا أخوي، أبوس إيدك. جهزي حالك. السلام عليكم. مع السلامة. يا حبيبي. يا حبيبي. يا ما في حدا؟ جناب الوكيل فوزي؟ نعم يا خانم. وفين كنت متخبي يا جناب الوكيل؟ متخبي؟ لا يا خانم، بالعكس أنا كنت مريض عم بموت. صدقوني كنت مريض يا خانم. أنت حكيت يا جناب الوكيل ونحن صدقناك. كنا محاسبينك متخبي، قلنا لحالنا في وكيل بالدنيا بيتخبى والباشا تبعه بحاجة إله؟ أعوذ بالله يحرم علي.
فين سعاده الباشا؟ خايف يكون حاسبني كنت متخبي. مكتبه، تفضل لعنده. غرفة المكتب؟ ايه بغرفة المكتب. عن اذنكم يا خادمات. اذنك معك. ادخل. السلام عليكم سعادة الباشا. سعادة الباشا. هلا جيت يا فوزي. كنت مريض سعادة الباشا. أعلم بدر إذا كنت عم بكذب. كنت مريض كثير. سأل مرتي. أنا وكيلك فوزي. معقول قدرتك في هيك ظروف؟ لحمك تاتي من خيرك يا باشا. أنا كلبك الأمين. طيب يا فوزي. عفين عنك. قلبك كبير يا باشا. ابدا الشغل. شوف شلون بدك تشتغل بهالظروف. امرك يا باشا امرك، رح ابدا فورا. شغل اجره وشوف حدا يجي يحرس القصر، بس اياك تسلم سلاح. امرك يا باشا، البلد مليانه اجره والناس لازم تشتغل حتى تعيش. مع السلامه. السلام عليكم. عجبتك الأرض؟ كويسة. كان إسماعيل باشا طمعان فيها، دبر مكيدة لأصحابها حتى يطفشوا ويستولي عليها. وإيش عمل معهم حجي؟ قصة طويلة يا ابني. المهم أصحابها ركبوا راسهم ورفضوا يبيعوها. الموسم الماضي زرع واستفاد من خيراتها. آخ آخ، الله يعين هالضيعة على الباشا. يا ابني في كل ضيعة في إسماعيل باشا. نعم انت ابن حلب، ما بتعرف هالشي على المظبوط. حجي ايش رايك نطلع نشوف الحوش؟ ايه ترى الحوش على اصلها. تفضلوا. يلا شارك. تفضلوا. والله يا ابو حلب بلت لي قلبي، كنت خايف الارض والبيت يروحوا لحدا ما يستحقهم، لكن هلا مو صاروا من نصيبك يا سيدي. حلال عليك، بالهنا ان شاء الله. بالهنا. الله يهنيك يا حجي. تفضلوا تفضلوا تفضل ابو حلب تفضل. يلا تعيش يا حجي. يلا تفضل. عجبك يا ابو حلاب؟ كويس يا حجي كويس. ايه الله يبارك لك. الله يبارك بأمرك حجي. باقي شغلة واحدة. إيش هي؟ شلون عكاش بده يزرع الأرض وهو ابن مدينة؟ هاي ما إجت ببالي. عكل نعتمد عليك خي عكاش، راي أعلمك كل شي. عراسي يا خي نديم، عراسي. أنا لازم أشوفه لعكاش، صار له كم يوم في الضيعة ما حاول يشوفني. طولي بالك يا سوريا خانم. إيش بقول عم يعمل؟ أنا لازم أفهم. أكيد عم يظبط حياته. يا دادا اهلا واعرف فين وفين اراضي، كنت هلا بروح له. هلا يا سوريا خانم كلها كام يوم ما بقى تحسني تصبري. بحبه يا دادا بحبه،
ما شفتي شلون دخل لحديقة القصر بحصانه؟ شلون قرر بحكي مع الباشا؟ شلون قال له يا باشا الحرب خلصت؟ اهدي اهدي يا سريا خانو. لا طلع لعندي وصافحني وقال ايش عم تعرف محسوبك عكاش سريا خانو. انا لازم اشوفه يا دادا، لازم اشوفه. قوم يا باشا، قوم نام. روحي انت نامي يا فتنت. مشغول بالي عليك، ما بحسن اتركك. لا تخافي علي. شايفتيني ساكت فأنا عم أفكر، نحن بمرحلة جديدة. مثل ما شفت حتى عكاش ما قدر يعمل معك شيء، الناس بيهابوك يا باشا. يهابوني؟ إسماعيل باشا، ما عاد إسماعيل باشا اللي الناس بتهابه وبتحسب له ألف حساب. برايون أنا صرت ضعيف، والضعيف معرض للحرب من الماضي طالع شطرته عليه. عكاش هلأ هو البطل، البطل اللي هزمني. أنا كان لازم أموت وما أعيش هاليوم. بعيد الشر عنك يا باشا. عرفتي بقى ايش صاير فيني؟ طلعي نامي انتي، تركيني عم افكر. ابعد خلف المغني يسليك. ما في ضروره، طلعي انتي يا فتنة طلعي. تصبح على خير. Thank you.
سهير؟ هذا أنت؟ أنا يا حميدة. تا إيش عم تساوي هون؟ من يوم ما رجعت لبيت أهلك وأنا ما عم بحسن لا أنام أو آكل أو حتى أشرب. ليش يا سهيل؟ بزعل منك؟ ما بعرف ما بعرف. كني ما عم تغني للباشا؟ من يوم ما صارت الحادثة ما عاد صرخ لي. مشان هيك ملل. ليش بدك ترجعي للقصر؟ لا يا سهيل، أيام القصر راحت بعد ما مات الوحش. ورح يجوزوك لواحد تاني؟ حكيت لك شي أنا عن نديم؟ هذا اللي شفته مع عكاش؟ لا، كنت مخطوبة إله، بعدها هرب من الضيعة وطلع على الجبل اللي عند عكاش. طول الوقت كنت عم بستنى. لما جوزوني لعباس خفت عليه. نديم كان بحبني وأنا بحبه. بعدها شفته في حديقة القصر وجايب معه وحدة. لو تعرف إنه قهري كله لما جوزوني عباس كان على نديم. قاب طلع هو كمان متجوز. أنا جوزي مات، هو هلق مع مرته. حتى قالوا لي إنه هو اللي قتله لعباس. أنا مسامحته لنديم لأنه على القليل خلصني من هذا الوحش. لا تزعلي يا حميدة، خلص ما بدك واحد تاني، أنا بحبك. أنا كبيرة عليك. لا أنا بحبك سهيل، أنا مثل أختك الكبيرة. يعطيك العافية، ممكن تفتح لي؟ الله يعافيك. فين كنت يا ولد؟ كنت عم بتمشى ساعة الباشا. هاني لجوا. حاضر يا باشا. نعمت الحب والأمان.
خدها جربها. خيو أرضك صغيرة وبسرعة رح تزرعها. صغيرة إلا كبيرة بدي زرعها. أنا هالموسم رح أكون معك. حوس روحك يا نديم، لك ما في منك. ولو يا عكاش، نحن أخوي. تسلم تسلم. خدها يمين، خدها يمين. منيح جار. على الخط. يلا. ما قلت لي ايش بدك تساوي؟ ايش نساوي يعني؟ لازم نتجوز. على راسي واسماعيل باشا برضاته الا بعد مرضاته. ان كان هيك ولا هيك خيو لازم نتجوز. طيب وسوريا خانو تقبل تتجوز غصبا عن ابوها؟ ايش هالحكي يعني؟ معقول تقول لي بعد كل اللي صار الباشا موريد وانا ما بقبل؟ خيو انا بشوف انك لازم تحكي معه. لازم اكيد تحكي معه. ما لازم تقعد ساكن، احسن ما بعدين تفكر انك نسيته. ايش انساها يا نديم؟ انا مستعد اواجه الدنيا كلها مشانها. هلا قبنت الباشا تتقبل تعيش معك في هالقصر؟ ايش بدي اسوي يعني؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. معلم عكاش؟ معلم عكاش؟ ايش في خيو سعدون؟ معلم عكاش، خالي أمون بتريدك ضروري. جاك الطلب. تعي غسلي معلمتي، تعي غسلي ديوتك مغبرين. تعي اغسل انت، انا رح اغسل لحالي. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني راتب افضيعة؟ نعم سوريا خانم. وش رح تشتغل؟ وعد فكرت اقطع الطرقات وتشلح الباشوات، هذا الشيء راح زمانه. مزبوط سوريا خانم، راح زمن قطع الطرقات. ما قلت لي ايش رح تشتغل؟ اشتريت بيت وارض. وبتعرف تشتغل في الارض؟ عم بحاول اتعلم، نديم عم بساعدني. وش قد مساحتها؟ 10 دنومات. قليله. والبيت؟ غرفتين بس، رح بعمي غرفه ثانيه بعدين. معناتها جاهز تتجوز يا عكاش؟ جاهز يا خالي أمون جاهز. سوريا خانم تسمحي لي أطلب إيدك؟ سوريا خانم لا تستعجلوا، خلي بالأول سيد عكاش يتقرب من الباشا. من مين راح تطلب إيدي؟ من إسماعيل باشا يا خانم. إسماعيل باشا بيكرهك وممكن يصير له شي، وخصوصا هلأ. الباشا ما راح يصير له شي، هلأ الوقت مناسب أكثر من أي وقت. أنا مستعد أجي بكرة وأقابله. وإذا رفض وطردك من القصر؟ أنا كرمالك سوريا خانم مستعد أصبر. لا يا عكاش أنا ما برضى. بكرة ضحوة يكون عندي في حديقة القصر، استناني. أنا راح أحكي مع الباشا، إذا وافق راح أصرخ لك تطلبني منه. وإذا ما وافق؟ منكون عملنا اللي علينا. استناني في حديقة القصر لحتى أنزل لك. يلا يا دادا. أنا بكرة الصبح بكون عندك سوريا خانم. بكرة عم بستناك. خاطرك خالي أمون. مع السلامة، ديري بالك على حالك. الباشا عنيد وإيده ما شاء الله. أنا أعرض يا خالي، غريب تشوفي. ضلي شوي أبو حلال، بريدك بشغلك. خير خالي أمون. اسمع أبو حلال،
إذا ما لك قدرة تسعدها لسوريا خانم فالوقت ما هو متأخر لتهرب من الضيعة وترجع لحلب تبعتك. لا يا خالي أمون، أنا بحبها لسوريا خانم، أنا رح أعمل جهدي أسعدها. أنا مرضعتها لسوريا، يعني هي بسعر بنتي، وهلق رح تترك أهلها مشانك، والله بيعلم قديش رح تتعذب. مفهوم خالي أمون، مفهوم. مدام مفهوم فلازم تعرف إنه ما رح أسكت على أي غلط من طرفك. إن شاء الله ما بصير هيك شيء. إن شاء الله وتعالى. شي ثاني أمري، منين عرفتوا إنه شنقول عبد الرحيم؟ منين عرفنا؟ من سجن عزاز بطرح ما كان محبوس. خير خالي أمون، ليش عم تسألي؟ قلبي محسسني إنه لساته عايش، شفته بمنامي على طريق سفر. الله أعلم، ممكن يكون إحساسي غلط هالمرة. يا نديم، نديم. يا أخي عكاش تفضل. السلام عليكم. ايه وعليكم السلام. مريم، هلا هلا. هاي سوريا خانم. ايش بقى؟ رح تيجي معي بكره. ايش هالحكي، سوريا خانم بدها تجي؟ ايه رح اتجوز. إيه الف مبروك. ايش بقى؟ معقول خيو؟ لانه البيت مو جاهز، لازم نتخت، لازم نسكرتهم، لازم نلبش. ماشي خيو، هلق بنروح. لوين؟ على عزاز. ايه ايش عليك؟ يلا خيو شوي بس. مريم، انا وعكاش رايحين لعزاز نجيب اغراض لعكاش. سلامي. سلامي مريم. يلا خيو. يلا جاهز. عنك معلمتي. خذ روح غاد. عكاش عمال بيجخ. اليالو مبروك معلم عكاش. الله يبارك فيك يا سعدون. مرحبا نديم. اهلين اهلين سعدون. والدين يا خي يا نديم. ان شاء الله بتتهنى. الله يخليك. كويس ها؟ نديم سبته من هذاك الطرف، لا سبته من هذا الطرف. ليك يا معلمتي، ما هذه هي؟ ها ها ها، شفتي يا معلمتي؟ ها اختفت. وينها؟ بلعتها.
ولك اضحكي اضحكي الهي خلي لي اياكي الهي اضحكي. منين متعلم كل هالشغلات؟ من العسكريه معلمتي. ارجع مكانك. معلمتي قلتي ليش ما بتحبيني؟ والله انا بستاهل معلمتي. معلمتي معلمتي ما راح تبطل هالكلمه. انا ماني معلمتك. انتي ما بس معلمتي، انتي ستي ومعلمتي وكل شيء، وانا رح ضل خدامك طول عمري. انت مخبل. معلش انا رح ضل صابر حتى تحني علي وتحبيني. قوم روح نام، باكر عندك 100 شغله. معلمتي انا ما رح نام، انا بيضل سهران حتى تنامي واطمن عليك. شالورطه يا ربي، خليك سهران. شوفي معلمتي، هدول معلمتي ثلاث طابات، وحده تتين ثلاثة، ليكي معلمتي بحط الطاقية هيك فوقه، معلمتي بقرا لهم هيك شوية بسبيسة هيك بسبيسة واختفوا معلمتي. شايفة؟ تقدر تقول لي عليش تسوي بحالك هيك؟ مشان تحبيني معلمتي. والله لضل وراكي وراكي حتى تحبيني. لا تنسي شي يا دادا، طبي لي كل شي قلت لك عنه. ما رح انسى شي يا سوريا خانم، بس مو احسن بالاول تحكي مع اسماعيل باشا؟ راح احكي راح احكي، المهم جهزي لي كل شي. الله يعيننا ويساعدنا على هاليوم. لا تخافي يا دادا ما رح يصير شي، يلا انا جاي. ما رح يصير شي، يا رب استر يا رب. اطلعي يا حسيبه خليني شوي مع اخي. سريا خانم اطلعي يلا. وفاي انا جاي اودعك، ريت احسن اخذك معي يا وفائي، بس ما راح يسمحوا لي حتى ما حدا يشوفك. انا رح اتجوز عكاش واعيش في بيته، بدي اياك ما تاكل همي يا اخي. عكاش منيح كثير منيح كثير، اشترى ارض وبيت راح يعيش عنا في الضيعه مشاني. أنا لسه ما حكيت شي للباشا أو لماما. رح يجي عكاش بعد شوي لياخدني. إذا وافقوا رح أضلني هون، وإذا رفضوا بدي أروم معهم. ما في حل تاني. بحبه لعكاش. بحبه هو بحبني. لو تشوفوا لما رجع الضيعة وانتصر بعد ما هرب الدرك. الباشا ما قدر يعمل شيء، بالعكس عكاش هو اللي عفى عنه. تغيرت الايام يا وفائي، قلبت الدنيا قلبت الدنيا. انا ماشي، اذا ما رجعت لعندك بعد ساعه كون مشيت. تهيلي احسن اواجه الباشا.